Audio Jungle. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال، تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جيتكم بوصفه جديده، غنديروا اليوم الكريب ان شاء الله. دابا ندوزوا المقادير، غنديروا فيهم جوج بيضات، معلقه ديال السنيده كبيره، معلقه ديال الزبده كبيره، نص سطر ديال الحليب، جبانيه كبيره ديال الدقيق الابيض، فانيليا وحده. دابا غندورو ندوزو لطريقة التحضير ان شاء الله. بسم الله، ندورو جوج بيضات وان شاء الله هاد الكريمه البنات اللي غنعطيكم راه مضمون 100% كينجح. معلقة كبيرة ديال السنيدة، معلقه كبيره ديال الزبده. كنديروا البنات المقادير كامله مع بعضياتها، فانيليا وحده، جبانيه كبيره ديال الدقيق الابيض، سطر ديال الحليب، نديرو كامل، دابا نطربو كلشي البنات، نديرو في الطراب الكهربائي. ها هو البنات الكريب ديالنا وجد، ها هو الشو كيفاش كيجي. دابا بسم الله غنبداو نطيبو الأولى إن شاء الله باش تشوفو معانا فاش الطريقة. هيا طيبوا معكم الاولى باش نشوفوا الطريقه الطياب كيفاش، باش الناس اللي مبتدئين يعرفوا كيفاش الطريقه، كيفاش كيبدا الكريب. بزاف اللي ما كيعرفش الطريقه ديالو، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم ان شاء الله. دابا نقلبوا الكريبه ديالنا بهذه الطريقه، نديروا بحال هكا مره شويه على ما تلتح ثاني، حتى هو الوجه الثاني يتحمر لينا. هاي الكريبه ديالنا وجدات، قلبوها في الطبسيل بهذه الطريقه، هاي الشوكي جات، وغنبقاو على الطريقه حتى كنكملوا الكريب ديالنا كامل. ومني غيكمل ان شاء الله انا غنوريكم كيفاش جا، وغندوزو للطريقه الثانيه كيفاش نحضروا. ها هو الكريب ديالنا وجد، كنتمنى يعجبكم. دابا غندوزو للطريقه ديال الدهن، وغندهنو بالشوكولاط وبأي نوع ديال الشوكولاط ماشي مشكل. هكا ندير طبق الطي او هكا، كنتمنى البنات ينال الاعجاب ديالكم، كنبقاو مستمرين على هاد الطريقه حتى كنكملوا الكريب ديالنا. وفي الاخر غتشوفوه معايا في التقديم ان شاء الله. هكا يا، وكنبقاو غادي بحال هكا حتى كنكملوا. ها هو الكريب ديالنا وجد، وجدناه في طبق التحضير. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساونيش بالابوني وبالضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد. شكرا لكم، بصحتكم.